بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني. كنت بقرأ الآية قبل الفاصل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أدى الاتباع. وبعدين يقول في الآية جل وعلا: فالذين آمنوا به. أدى الإيمان. يبقى إيمان واتباع. وعزروه. يعني إيه عزروه؟ يعني عظموه ووقروه. ونصروه. يعني إيه؟ يعني دافعوا عنه. واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. الآية دي تشتمل على حقوق سيدنا النبي علينا. احنا قلنا أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه في قلوبنا، أن ندافع عنه. والآية ورد فيها هذا. يبقى الإيمان بسيدنا رسول الله، المحبة، محبة سيدنا النبي دي تنجيك من كل كرب. محبة سيدنا النبي ترفع في شأنك. اوعى تقول انا بحب النبي بس مش قد ابويا وامي واخواتي ومراتي وعيالي ومالي. لا، شوف ربنا يقول لك ايه في القرآن: قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمانية أشياء: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. طب حبيت سيدنا النبي، آمنت به وحبيته، يبقى لازم تتبعه. إن المحب لمن يحب مطيع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. علامة الحب الاتباع. حبيت سيدنا النبي واتبعت سيدنا النبي، يبقى لازم تعظم سيدنا النبي. ما تناديش عليه باسمه، ما تقولش يا محمد. ربنا قال لنا كده في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تناديش على النبي باسمه مجرد، قل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ده ربنا ما قالش للنبي في القرآن يا محمد. أغروا عليه من النبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعظم سيدنا النبي وندافع عنه، ندافع عن القرآن، ندافع عن السنة، ندافع عن أصحابه، ندافع عن زوجاته، ندافع عن أهل بيته، ندافع عن صحابته. الغر الميامين: لا تسبوا أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي. نحترم أهل البيت، أهل بيت سيدنا النبي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، زوجات سيدنا النبي من أهل البيت. أن نعظمه صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي له علينا خمسة حقوق: أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه، أن ندافع عن سنته. أقول تاني، احفظوهم في ذكرى المولد النبوي الشريف، في هذا الشهر الأغر المبارك، في شهر ربيع الأنوار، ربيع الأسرار، ربيع النبي المختار، في شهر ربيع الأول. خمس حقوق لسيدنا النبي في رقبتنا جميعا: أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه، أن ندافع عنه. لو عملنا كده يبقى نستحق أن نكون مع حبيبنا في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اللهم احشرنا معه، وإن لم نعمل بعمله ولا بعمل أصحابه، بمنك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم آمين.